كيف أنت حبيت الجزء الأول من كتاب الملك؟ شنو علمت من العهد القديم؟ الكلمة أهد معناتها استفاقية ولا مؤاهدة؟ زمان طويل قبال ألا ينتي كتب عن العهد الجديد، هو قال يجي يوم واحد نسوي عهد جديد. في العهد الأول ألا أنت شعب قوانين كثيرين عشان يوصفهم قداسة من نص واحد وزنوبهم من نص آخر، وهو أنتاهم صور كثيرين ونبوءات التخص المخلص اليجي. في العهد القديم الأنبياء قالوا المسيح الملك يجي، ولكن في العهد الجديد نقرو المسيح الملك جاء. في العهد الجديد نلقو روايات الإنجيل. الكلمة إنجيل معناتها الخبر السمع. الإنجيل يبدأ بكلام داه قرما حنا جدود يسوى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب. أسم بعد أسم الكتاب المقدس يسجل جدود من إبراهيم لحد يسوع. الله يحفظ وعدا ليبارك كل الأمم برسلين المخلص من ذرية إبراهيم. في العهد الجديد نلقو أربع روايات عن الإنجيل. ما لا أربع روايات، ما لا ما واحدة بس. في العهد القديم الله قال لموسى تثبت كلام إلا بشهادة عن ناس اثنين أو ثلاثة عشان يأكد تاريخه ورسالته. الله أزل ما بس اثنين أو ثلاثة ولكن أربع ناس ليكتبوا أربع روايات عن حياة المسيح، وأسمهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. مثل أربع صحفيين اللي يقدموا تقارير هنا نفس الحدث، أي واحد كتب نفس الشيء البقي ولكن من أربع زوايا شك. الأحد الجديد عنده 27 كتاب. كتاب أعمال الرسل اللوقا كتبه ده يورينا شنو بقي بعد المسيح كمل خدمته. ألا أوحى لناس آخرين ليكتبوا الباقي من الأحد الجديد، وهم من بولس ويعقوب ويحوذا وبطرس ويوحنا. أي كتاب من كتب دول يبين الملك وخطتا لكل ناس يهبوه. ده هو الباقي من قصته. الوقت جاء. بعد آلاف السنين هنا جاهزين، الله قريب يرسل المخلص اللي هو وعد بيا في الدنيا. ولكن هو ياتو ويجيك كيف؟ في وقت الملك هيرودس قايد يحكم في الدار اليهودية، الله رسل الملك جبريل لحلة واحدة في دار الجليل اسمها الناصرة لبني أدرية الكرب راسها راجل واحد من ذرية داود واسمه يوسف، والأدرية دي اسمها مريم. والملك قال لها يا مريم ما تخافي، ألا أنتاك نعمة، داهو أنت تبقي خلبانة وتلدي ولاد وتسميه يسوع، وهو يبقى عظيم وينادو ابن الله العالي، وألا الرب يخط في كرسي الملك داود الهو من جدوده ويحكم إلى الأبد ومملكة أبدا ما عند نهاية. ومريم قالت للملك كيف دا يبقى عشان أنا ما شفت الراجل. والملك قال لها الروح القدس يجي فوقك وقدرة الله العالي تغطيك، وأشنداء الولاد القدوس التلديه ينادو ابن الله. ما لا الملك جبريل نادى يسوع ابن الله. ناس واحدين يفكروا كدار ابن الله ده معناته الله أخذ مرة وجابوا ولاد. أستغفر الله، لا ده ما المعنى. كان أنت من أفريقيا ممكن الناس ينادوك ابن أفريقيا، هل ده معناته أفريقيا زوج ومع مرته جابوا ولاد؟ لا،
معناتها أنت جاي من أفريقيا. يسموه المسيح ابن الله عشان هو جاي من الله. هو جاء في وسط إيا الآدم الزنب دمراهم، ولكن هو ما منهم، لكن هو كلمة الله ذاته، روح الله وابن الله. في البداية الكلمة قائد، والكلمة قائد مع الله، والكلمة هو الله. هو كان في البداية مع الله، هو خلق كل شيء، ما في شيء موجود أل هو ما خلقه. والكلمة بقي إنسان وسكن هنا في أسطنا، وهو ملان بالمحبة والأمانة. أن إحنا شفنا مجد، وده مجد الموافق لابن الوحيد الجاي من الله الآب. هل تذكر الوعد الله سواه في يوم الآدم أكل من الشجرة المحرمة؟ الله قال كدر زرية المرة يكسر راس الدابي. زرية المرة الله وعد بيده قائد في بطن بني أدرية، ولكن كيف يكسر راس الدابي ده؟ لسه ما بنشاف. مريم دي كربو راسها ليوسف، ويوسف هو نجار الساكن في حلة ناصرة في منشاق بلد فلسطين. يوسف ومريم كلهم يهود من زرية الملك داود، الهو كل من زرية إبراهيم. ويوسف ده كان واجب يبقى أمير، ولكن بلدهم قاعد تهد حكم بلد الروما. الرومانيين يسووا تفتيش في الشوارع، وكان فكروا كدار نادم يهودي واحد كانوا خائن خلاص يكربوه ويسلبوه. ناس الجمارك سرقوا الشعب، والحياة مرة مرة واحد. ولكن يوسف فرحان عشان هو قريب ياخد مريم، وخدم بالهين عشان يجهز مكان اللي يعيش فوق مع مرته بعد زواج. خلاص يوم واحد هو سمع كلام قاسي بالهين: مريم خلبانة. في فكرك ده يوسف يحس نفسك كيف؟ هو فكر كدر مريم بقت ما أمينة ليا. الشيء ده بقي قاسي ليوسف، ولكن هو دور يسوي شيء عديل، وشال نية يطلقها بأشير عشان ما يدور يأيبها قدام الناس. ووقت هو قاعد يفكر في الكلام ده، نوم شالا، وواحد من ملائكة الله جاء ليا في حلم وقال ليا: يا يوسف ولد داود، ما تخاف، شيل مريم في بيتك وخليه تبقى مرتك، عشان الصغير اللي في بطنا ده جاء بقدرة الروح القدس، وهي تلد ولاد وتسميه يسوع، عشان هو بس النادم اللي ينجي شعبا من ذنوبهم. وكل يبقى مثل ده عشان كلام الله قال بخشم النبي يتم. البنية الأدرية تبقى خلبانة وتلد ولاد، ويسموه إمانويل، ومعناته الله معانا. هزن هنا يوسف خير وبقي فرح، ده شرف كبير. مريم تبقى أم المسيح الله وعد بيا شعبا، وهو يوسف يبقى القردي هنا الولاد ده. المسيح القدوس مرة تلدى لكن ما من راجل، اسم يسوع، وده معناته الرب يخلص أو المخلص، وناس واحدين يعرفوا باسم عيسى. ووقت يوسف قم من النوم وسوى الشيء للملك، هنا الله قال ليه: هو شال مريم في بيته وهي بقت مرته، ولكن يوسف ما لمسها لحدي ولدت ولاد، وهو سماه يسوع. إيد الله قاعد تخدم في كل شيء ده. سبعمية سنة قبال ده النبي ميخا جاب خبر كدار المسيح الملك يلدو في هلة بيت لحم، ودي مدينة هنا ملك داود. لكن يوسف ومريم عايشين في هلة الناصرة على شمال، وواجب واحد يسافر 3 أيام قبال يوصل في بيت لحم، ودي مشكلة. وبيدا الكلام المكتوب في كتاب المقدس ده يتم كيف؟ ولكن الله عنده قدرة في كل شيء. وقت مريم قربت تلدى، أغسطس قيصر سلطان الرومانيين شال قرار عشان كل الناس في مملكته يسجلوا في أساميهم في هلة أبهاتهم عشان يكفوا الضرائب،
وبدا يوسف ومريم القريب تل دادي سافروا من حلة الناصرة إلى بيت لحم. وقت هم قاعدين هناك الوقت جاء عشان مريم تلد فوق الولاد، وهي ولدت ولادة البكر، وهي لفتها في قماش ورقدتها في البكان ليأكل فوق البهايم عشان ما في بكان في بيت الديفان. في بيت لحم في وسط الناس التعبانين من السفر، ذرية المرأة الألا وعد بي شعب دا أن ولد. الإنجيل يسجل الحدث ده بكل دقة، هي ولدت ولادة البكر. من نسخنا أما الولاد ده هو ولاد البكر هنا مريم، ولكن من نسخنا الأب هو ابن الله السرمدي. الكلمة ذاته الله خلق به والدنيا والحس الشديد الأنسمى في جبل سيناء حسد بنسمي في بكي هنا الصغير. وولدو وين؟ ما ولدو في قصر الملك ولا في لبتان ولا في بيت الديفان، ولكن الملك الجاي من السماء ولدو في نفس البكان اللي يلدو فوق الحملان الصغار وأشاي بقتليا سرير. ودا كل من خطة الله عشان رحمة ربنا يسوع المسيح تعرفوها. هو غني ولكن في شانكو انتو وبيجي فقري عشان بفقرة انتو تبقوا غنيين. ولكن هل الله يسوي حفلة عشان الناس يكرموا جيد هنا ابنا في الأرض؟ أكيد هو سوى حفلة. ليتو بسأل لا أول أنت الخبر كدار المسيح جاء في الدنيا للسلطان الروماني ولا لسيادة المال والناس المشهورين ولا رجال الدين؟ لا، الناس الأول سمعوا الخبر ده هم من الرؤيان القاعدين يربوا غنمهم ليقدموهم ضحايا في رأس المدبى في بيت الله في أورشليم مدينة القدس. وفي الكداد رؤيان واحدين قاعدين وهم من يحفظوا غنمهم بالليل، وواحد من ملائكة الله بان ليهم ونور مجد الله دو فوقهم وخوف شديد كرباهم. ولكن الملك قال ليهم ما تخافوا، أسمعوا ننتوكوا خبر حلو هنا فرح كبير اللي يبقى لكل الناس. اليوم ولدوا ليكوا صغير في مدينة داود وهو اللي ينجي ناس وهو المسيح والرب. ودي العلامة تعرفوا بيها، تلقوا صغير ملفوف في جتئ وراقد في شاعي. وتوالي بانوا ملائكة كثيرين بالهين من جنود الله وهم قاعدين يشكروا الله ويقولوا مجد الله في الأعالي والسلام في الأرض لكل ناس الله راضي بهم. ووقت الملائكة خلوا الرؤيان وقبلوا في السماء خلاص، الرؤيان هجوا بيناتهم وقالوا خلينا نمشوا في بيت لحم نشوفوا الشيء البقي الله أورانا بيا. والتوالي مشوا ولقوا مريم ويوسف والصغير راقد في الشاي. ووقت شافوه هم قموا يهجوا للناس بكلام الله قاله في الولاد ده بخشم الملك. وكل ناس سمعوا كلام ده الأجب منا. فكروا في القصة الحجوها الرؤيان، المخلص انولد وأنحنا شفناه وأنحنا لمسناه، الملك أورانا كدر هو بس المسيح الرب. والملائكة ملوا السماء والليل بقي مثل النهار. المسيح جاء، هو هنا هو هنا
ناس واحدين صدقوا بكلام عن الرؤيان، ولكن الكثيرين ما صدقوا بي. كان انت تصدق ولا ما تصدق؟ كل الملك الوالود تقسم التاريخ بكان اثنين دجاء ولمم الناس، والصغير تهرو وقت عمره تم 8 يوم وسموه يسوع عشان دبس اسم الملك انت لاما قبال ما تخلب بيه. بعد والودة يسوع في الشاية، يوسف فتش مكان المناسب ليا وأسرته صغيرة. يوم واحد منجمين واحدين فرحانين جو في أورشليم مدينة القدس، وهم رجال القاعدين يدرسوا النجوم. قاموا من بلد فارس البعيد وقاعدين يتابوا نجمة واحدة خاصة في فتشين الملك الولد الجديد. المنجمين دول عندهم سؤال واحد وهدف واحد، قالوا وين ملك اليهود الذهب ولده؟ عشان احنا شفناه نجمته عليه السبا وجينا لنسجد ليه. وقت الملك يرود سمي الكلام ده، هو برجل وكل ناس مدينة القدس برجلوا معايا. والملك نادى كبارات رجال الدين والعلماء وسألهم وين البكان اللي يلدو فوق المسيح؟ وهم ردوا ليه وقالوا يلدو في بيت لحم في دار اليهودية مثل النبي كتب. وخلاص هيرودس نادى المنجمين بعشير وقال لهم امشوا وفتشوا الصغير ده اديل، ووقت لقيتو ده تعالوا اوروني عشان انا كل نمشي ونسجد ليا. ووقت سمعوا كلام الملك شالوا الدرب وفاتوا، والنجمه اللي شافوها اول عليه السبا ده قاعده تذهب قدامهم لحد وقفت في المكان القاعد فوق الولاد. ووقت شافوها النجمة هم بيجوا فرحانين مرة واحد. ودخلوا في البيت ولقوا الصغير مع أمه مريم وبركوا وسجدوا ليه. وجابوا هدايا غاليين وقدموا لي ذهب وبخور ومر. والله قال لهم في حلم وأوراهم ما واجب يقبلوا له هيرودس، وخلاص قبلوا دارهم بدرب آخر. بعد المنجمين فاتوا خلاص، ملك هنا الله جاء لي يوسف في حلم وقال لي يلا قم شيل الصغير وأما وأمشي بهم في مصر، أقعد هناك وما تقبل لحد ننتيك إذن عشان هيرودس يفتش الصغير لشان يقتله. هيرودس حاول ليقتل الصغير والناس مدينة القدس ما خدتوا بالهم فوق صغير، ولكن المنجمين الشق والسهراء القاسية دي سجدوا ليا وقدموا ليا هدية مثل هدايا للملك أنتو الذهب وبخور ومر الاند تمن كتير اللي يستخدموه في كفن عن الناس الميتين. ولكن ما لا المر، هل المنجمين دول يعرفوا كدر يسوع او عيسى ان ولد عشان يموت ولا؟ بعد الملك هزراء يوسف شال مريم والصغير ومشى بهم في مصر وقعدوا هناك مثل اللاجئين حتى الملك هيرودس مات. ووقت هيرودس مات، ملك هنا الله جاء ليوسف في حلم في مصر وقال ليا قم شيل الصغير وأما وقبل بهم في دار إسرائيل عشان الناس تدوروا يقتلوا الصغير ده ماتوا خلاص. وبذا تمت نبوءة آخرة الله قالها قبال، وقال أنا ناديت ابني بر من مصر. وخلاص يوسف ومريم شالوا يسوع ومشوا في هلة الناصرة، وهناك كبر مع أخوانه وأخواته أولاد يوسف ومريم.
في أشياء واحدين يسوع يشابه الأولاد الآخرين، وقاعد يأكل وينوم ويلعب ويدرس ويعلم الخدمة. ولكن في أشياء آخرين يسوع شك من الأولاد الآخرين، هو ما حب نفسه أبداً ودائماً يكرم أبهاته، وأبداً ما يقول كلام كذب، ودائماً يردي أبوه في السماء. هو قدوس وما عنده أي عيب، وهو دائماً طاهر، هو معزول بعيد من المذنبين. يسوع كان الولادة الكاملة الوحيد في الدنيا، ده ما معناته يوم واحد هو ما لقي جره في ركبته ولا أوارة في جسمه، لكن هو تمام في طبيعته، هو قدوس وصالح، وهو كامل في القدرة والحكمة كلها. لكن قبل يدخل في بطن مريم، هو جاء الحدود واحدين لنفسه عشان يعيش مش الإنسان عادي وسط الناس. ويسوع قاعد يكبر وحكمته قاعدة تزيد، ولقي رضا من الله ومن الناس. وقت يسوع عمره تم 12 سنة، وسافر من ناصرة إلى أورشليم عشان عيد الفصح، يعني عيد هنا الداهية هنا اليهود اليتيم كل سنة. وقت رفقانا قاعدين يزوروا المدينة الكبيرة، يسوع قاعد أسبوع في فدائهن بيت الله في أسوت المعلمين، ويسمع كلامهم ويقدم لهم سؤال. وأي نادم سمي كلامه الأجب بالهين من فيهما ورده. بيت الله ده بس البكان اللي يقدموا فوق الدهايا هنا الهملان في رأس المذبح عشان ذنوب الناس. يسوع كان ولاد كله فهم شيء العلماء ما فهموا، وهو جاء عشان يقدم نفسه ضحية مثل الحمل الأخير. ثلاثين سنة فاتت بعد والودة يسوع في بيت لحم. أغسطس سلطان الرومانيين مات، وابن تيباريوس يحكم في روما. هيرودس أنتيباس هو محافظ دار الجليل، وبيلاتوس البنتي والي الرومانيين في الدار اليهودية. في زمن ده نبي واحد جديد بان ويبشر في أرض فلسطين، يوحنا المغطس المعروف باسم يحيى، جاء يبشر الناس في قدادة دار اليهودية ويقول توبوا من ذنوبكم عشان مملكة الله قربت. ويحيى هو النادم الهجب بيه زمان النبي إشعيا، وقت هو قال في حس قائد يئيد في الخلا ويقول جهزوا درب الرب وعدلوا لي الطرق. ويحيى لابس خلق من صوف الألبل ورابط صلبة بسير، وقاعد يأكل جراد وأسل النحل. في وقت الناس كثيرين قاعدين يلبسوا حرير أصلي ويأكلوا الأكل السمح، يحيى يعيش بمسكنة، هو راجل الأديل في خدمته. يحيى جاء عشان يجهز الدرب قدام الملك. ميات السنين قبالة أنبياء اثنين إشعياء وملاخي كتبوا بالنبي اليجي ويبلغ بجاية المسيح الملك، ويحيى هو بس النبي ده. الأنبياء الأولانيين قالوا في الوقت المناسب المخلص الله وعد بيا يجي في الأرض. النبي يحيى كمان قال الوقت ده تم، ده هو المخلص جاء. ناس كثيرين مشوا في الكدادي ليسمعوا يحيى، والناس اللي عرفوا نفسهم كدر هم المذنبين ومحتاجين المخلص ده، يحيى غطساهم في بحر الأردن، وبالغطسين ده هم وصفوا إيمانهم في المسيح اللي يقش ذنوبهم ويسويهم ناس صالحين. يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع يحيى قاعد يكلم الناس بالمخلص اللي يجي من السماء اللي هم قاعدين يرجوا من زمان. قال لهم أنا ما تميت لي يا خدام كلك، وهو يغطسك بالروح القدس. خلاص يوم واحد المخلص جاء، شق أسوت الناس ونزل في البكان اليحيى قاعد يغطس الناس. يحيى وصف ليسوع وقال لناس ده بس الحمل الألار السلاة عشان يقش زنب ناس الدنيا. لكن ما لا يحيى نادى يسوع حمل الله، كان بس انت عرفت الجواب، انت عرفت مهمة عن الملك.
يسوع سأل يحيى ليغطس. يحيى أبى ليغطس عشان المسيح الملك الجاي من السماء ده ما عند زنب وما حوجان بالتوبة، ولكن يسوع رد لي: ما تاب، خلي يبقى مثل ده عشان نتم كل شيء الله بدوره. وخلاص يحيى غطس، وبدا يسوع وصف كده هو اندم لبني آدم اللي هو جاء عشان ينجيهم. ووقت غطس خلاص ويسوع مرق من الألم، توالي السماوات انفتحوا ويحيى شاف روح الله جاي من السماء ونزل فوق يسوع مثل حمامة، وحس من السماء أن سمع وقال: دبس ابني وأنا نحب، أنا فرحان بي بالحيل. مثل في أول يوم خليقة الدنيا نشوف وحدانية الله الجامعة، يعني الله وصف كدره واحد ولكن زيادة من داكله. مثل في البداية الله وروحه وكلمة خدموا سوا ليخلقوا الدنيا، حسادة يخدموا سوا بتان عشان ينجوا الدنيا. نشوف روح الله الأول في خليقة الدنيا قائد يحوم فرس الألم، حسد ينزل فوق يسوع. ونشوف ابن الله الهو كلمة الله الخلق بي الدنيا يمرق من البحر، ونسمع والأب كلا يحجي من السماوات. لمدة 30 سنة الفاتو يسوع عايش بعيد من أين الناس، ولكن أبوه في السماوات شايف كل أفكاره وكلامه وعماله. وفيما يخص ابن ده الله قال شنو؟ أنا فرحان بي بالهين. في كل تاريخنا بني آدم يسوع بس هو الوحيد السواء أي شيء الله يدوره، كل شيء دائما بالكامل. يسوع سوى شيء الآدم ما قدر يسوي، يعني يوصف صورة الله، ولكن يسوع سوى زيادة من داكله، هو صورة الله ذاته. في زمان الفات الله كلم لجدودنا بواسطة الأنبياء عدة مرات وبطرق شكشك، وحسا في الزمان الأخير الله كلم لنا بواسطة ابنه الهو جعله وريس هنا كل شيء، وبيه بس الله خلق كل شيء. وابن الله هو نور الله المجيد وصورة طبيعته، وهو يحفظ كل شيء بقدرة كلامه. وفي شندبس يسوع قدر يقول: أنا وأبوي واحد. يسوع هو الابن الكامل. إبليس ما فرحان عشان النادم الكامل ده يعيش في مملكته، لكن إبليس عنده فكر وخطة. مثل هو غشاه الإنسان الأول اللي يذنب ده، هسا هو يحاول يغش النادم ده كله اللي يذنب. إبليس دور يخط يسوع تهت حكمة، مثل هو خطى آدم تهت حكمة. كان ابن الله كل يذنب خلاص ما يقدر ينجي شعبه من ذنوبهم. الروح القدس ودى يسوع في الخلاء عشان إبليس يجربه، وهو صايم ليل ونهار 40 يوم، وبعد ده جو سوا وخلاص. إبليس المجرب جاء لي وقال: كان صحيح انت ابن الله، قل لحجارة الدقاق دول يبقوا ليك أكل. يسوع جيعان بالهين، لكن ما تعبى كلام إبليس، هو ما يسوي أي شيء ليخالف مرادة الله أبوه السماوي، وما يستعمل قدرته الما عنده حدود ليسد حاجات هنا جسمه. عشان يهارب إبليس يسوع شال من توراة موسى ورد لي وقال: مكتوب في كتاب الله الإنسان ما يعيش بالأكل وهيدا، لكن يعيش بكل كلمة اللي يقولها الله. ولكن بالاستكبار إبليس جرب بتان ليغش القدوس.
وإبليس ودى وخدتا فرس حجر طويل بالهيل ووصف ليا كل الممالك في الدنيا ودرجاته، وقال ليسوع ننتي كلهم كي كان أنت تسجد قدامي وتعبدني. وقت آدم سوى ذنب، الإنسان ودر سلطته في الأرض. إبليس سرق السلطة دي وسوى نفسه ملك الأرض، وحسد ملك المجد جاء في الدنيا عشان يشيل السلطة دي من إيدين إبليس. أكيد ما يقدر يشيل السلطة دي، كان يدنجر قدام إبليس اللي هو جاء عشان يدمره. ويسوع قال لإبليس أمشي بعيد مني يا شيطان، عشان مكتوب في كتاب للرب إلهك بس تسجد وهو وهيدا بس تعبده. خلاص إبليس خلى يسوع. إبليس أبدا ما جرب نادو مثيلة الماء عنده نية للذنب ولا يقدر يخطأ. يسوع شك من آدم وزريته. الإنسان الأول هو من الأرض، ولكن الإنسان الثاني هو من السماء. آدم هو الإنسان الكامل الأول، يسوع هو الإنسان الكامل الثاني. وقت إبليس غش آدم، آدم سوى ذنب وبقي خسران، وإبليس النسر فوقه. ولكن وقت إبليس حاول يغش يسوع، إبليس بقي خسران ويسوع النسر فوقه. الإنسان الأول دخلنا في مملكة إبليس عن الذنب والموت، ولكن الإنسان الثاني جاء عشان ينجينا من المملكة دي. بعد إبليس دور يليزا يسوع في الذنب وما قدر، يسوع جاء في هلتة ناصرة الربو فوقه، والهو قاعد يخدم فوقه خدمة عن النجار، ومشى في بيت الصلاة يوم السبت مثل في عادته. بيت الصلاة ده بيت العبادة، ويقرأ فوقه كتاب الله ويفسروه كل يوم السبت. وفي يوم السبت الخاص ده يسوع عنده كلام ليبشر للناس، وقام فوق عشان يقري ليهم وأنتو كتاب النبي إشعياء. وهو فتى الكتاب ولقي المكان المكتوب فوقه الكلام اللي بيقول روح الله قايد فوقي عشان الله مسحاني وخصصاني لنبشر المساكين، هو رسلاني عشان نعلن بالحرية للمساجين ونفتح عيون العميانين. كلام اليسوع قرده هو نبوءة قديمة التخص المسيح الملك اللي يجي يوصف الله للناس وينجي مذنبين من سلطة إبليس ومن الذنب والموت وجهنم. وخلاص يسوع سد الكتاب وقبله للخدام وقاعد تحت قدامهم، وكل الناس القاعدين في بيت الصلاة خطين بالهم ليا. وبدأ يعلمهم وقال اليوم بس الكلام المكتوب ده تم وقت انتوا قاعدين تسمعوه. جيران يسوع فكروا شنو وقت سمعوا كلامه اللي بيقول هو بس المسيح الجا من السماء عشان يتم كلام الكتبوا الأنبياء. وقت سمعوا الكلام ده كل الناس في بيت الصلاة زئلوا زال شديد، وقموا ساقوه من الحلة وودوه في طرف الحجر الحلته مبني فوقه عشان يرموه ويقتلوه. ولكن هو شقاهم من أسودهم وفات. يسوع عند سلطة، هو ما مثل ذرية آدم المذنبين ليموتوا، لكن المسيح الملك الممسوح من اللادة هو قادر في كل شيء. بلا إذن نادم ما يقدر يلمسه، ولكن هو يلمس قلبهم هما. في كتبنا الأنبياء اسم واحدنا المسيح ده هو إيد الرب. الأجايب اللي يسوع سواهم يوصفوا كدار هو إيد الرب في الأرض. بلمسينهم هنا إيدينا ولا بكلام من خشمة توالي كي المردانين ولا الناس القريب يموتوا يلقوا العافية.
وناس كثيرين من الرواهد جو ليا وجابوا معهم الأرج والمكرساحين والأميانين والبكم والآخرين كثيرين وخدتوهم قدام يسوع وهو شفاهم. وبدأ كلام هنا الأنبياء بيجي صحيح. الأميانين قاعدين يشوفوا والأرج يروحوا والإندهم جدام يلقوا الآفة والترشانين يسمعوا والميتين يبعثوا والمساكين قاعدين يسموا البشارة. ما في مرض اليسوع ما يقدر يشفيه. وراجل واحد عند جدام جاء ليسوع وسجد قدامه وشهد لي وقال كان تدور تشفيني أكيد أنت تقدر وأنا نبقى طاهر. ويسوع حن فوقه ومد إيده ولمس الراجل ده وقال ندور نشفيك أبقى طاهر. وتوالي جلد بري من الجدام وهو بقي طاهر. وفي المخرب كل الناس اللي عندهم نادم مردان كان عند أي مرض جابوه ليسوع وهو خدت إيده فوق أي مردان وشفاء. وشواتين مرقوا من الناس كثيرين وآتوا وقالوا أنت ابن الله، لكن هو كش لهم ودهراهم ما يحجوا عشان هم اللي يعرفوا كدر هو المسيح. يسوع ما دور شهادة من الشواتين، هم من بس الملائكة الحوانين وهم من شافوا سلطته وقدرته وكده كلم والسماوات والأرض انخلقوا. هم من يرجفوا من الخوف عشان يذكروا يوم اللي هو طرداه من السماء وحسده هو يعيش في الأرض مثل الإنسان. هو قاعد يدمر مملكة إبليس. ملك المجد ملا مملكتهم بهدوره. في كل مكان يسوع مشى فوقه قدرة إبليس تنقص، وفي كل مكان هو مشى فوقه لأن التزني بتقبل ورا. ومع الأجايب اللي هو قاعد يسويهم يسوع عنده رسالة واحدة: الوقت تم ومملكة الله قربت، توبوا من ذنوبكم وآمنوا بالإنجيل. يسوع أزلاء 12 رجال ليروحوا معايا ويألموا منا. وأوين كثيرات كل تعبانا هن قاعدات ساعدنا يسوع وتلاميذه بالأكل وقرص. وللناس الآمنوا بيا يسوع يناديهم بطريقة بسيطة: تعالوا تعبوني. ولكن نديانا ده قاسي. هو قال أي نادم اللي يحب أبوه ولا أمه زيادة مني ما واجب ليا يبقى تلاميذي، وأي نادم اللي يحب ولادة أو بنيتة زيادة مني ما واجب ليا يبقى تلاميذي. وعشان كثيرين من تلاميذه هم من هواتين، يسوع يقيل في خشم بحر الجليل وناس يجوا ليا من قريب ومن بعيد. وبتان يسوع قام يعلم في خشم البحر، وناس كثيرين من الرواهد لموا فوقه عشان يسمعوا كلامه، عشان ده وركب في المركبة وقاعد تحت وكلم ليهم. بعد يوم من التعاليم يسوع قال لتلاميذه: تعالوا نكتوا البحر. ركبوا في المركبة ليسوع قاعد فوقه وخلوا الناس وراهم وقموا مشوا. ولكن أجلك ريح شديدة من الرواهد ساقت وقومت شلال في لب البحر، والشلال حز المركبة والمركبة تدور تنملي ألم. لكن يسوع راقد ورا في المركبة والنايم في الوسادة. وتلاميذه قوموه من النوم وقالوا سيدنا ما لما كان نموت ولا؟ وهو قمى وكش لري وقال لبحر أجيب أسكت. وخلاص الري وقفت والوتا بقي هادي مرة واحد. وهو هجى لتلاميذه وقال ما لا انتوا خايفين لسه ما عندكم إيمان ولا؟
التلاميذ خافوا خوف شديد وحجوا بيناتهم وقالوا النادم داوياته لحد الري والبحر كل يسمع كلامه. النادم داوياته ألف سنة قبال يسوع النبي داود جاوب السؤال ده وقال هم من في آخر قدرتهم وهم من شهدوا والله في ضيقتهم ومن تعبهم هو نجاهم. وخير الأمزوبان بري خفيفة والشلال سكت. لكن يا تول يقدر يسكت الري والشلال البحر بكلمة واحدة بس، نفس الحس الخلقاهم. يوم واحد أربع رجال جو شايلين نادم وكرسة جابوا للبيت اليسوع قايد فوقه، ولكن ما قدروا يقربوا ليسوع بسبب الناس الكثيرين سدوا لهم الدرب. وعشان ده ركبوا فرس البيت وقدوا وسووا فتيق ودلوا المكرسة بفراشة في المكان اليسوع قايد فوقه. وقت يسوع شاف إيمانهم وهجل للراجل المكرسة وقال يا ولدي ذنوبك انغفروا. يسوع عرف قدر الراجل ده ما هوجان للرواخة بس، لكن هوجان لغفران أكتر. ولكن في علماء واحدين قاعدين في البلبيت ده وهم فكروا في قلوبهم كيف يحج كلام ما عديل مثل ده، ده كلام كفر، ياتو يقدر يغفر ذنوب الإنسان إلا الله. والتوالي يسوع عرف فكرهم في قلبهم وسألهم ما لا تفكروا في قلوبكم مثل ده، وينو الحين نقول للمعذور نقول ذنوبك انغفروا، ولا نقول قم شيل بريشك وامشي بيتك؟ ولكن ندور انتو تعرفوا كدار انا ابن الانسان عندي سلطة في الارض عشان نغفر للناس ذنوبهم. قال للمكرسة نقول لك قم شيل بريشك وامشي بيتك. وتوالي الراجل المكرسة قام فوق وشال برشة ومرق قدامه، وكل الناس العجبوا وقاموا يشكروا الله وقالوا أبدا ما شفنا شيء مثل ده. العلماء ورجال الدين أميانين بسبب دينهم واستكبارهم وقاعدين يفكروا كلام مثل ده، يسوع أنت كافر، انت قاعد تأير الله عشان انت تقول تغفر الذنوب، لكن الا الله بس يقدر ينتي الغفران. فكرهم صحيح، الا الله بس يغفر الذنوب، ولكن هم من سووا خطأ في فكرهم بخصوص يسوع. في فكرك يسوع او عيسى ده هو ياتو، هل تذكر اسمه ده معناته شنو؟ معناته الله ينجي. في هلة واحدة في بلاد فلسطين بكان اليسوع وعلم فوق الناس، هم من قالوا حسد أنهنا ذاتنا سمينا كلامه ونعرف كدار أكيد هو بس النادم اللي ينجي كل ناس من الدنيا. يسوع عنده سلطة في كل شيء في الخليقة، وما رايح بقول اعبدوني أنا الله أنا الله، لكن هو سوى أشياء الله بوحيدة بس يقدر يسويه وخلاه الناس يفكروا فوقه. من القصص الاثنين اللي هجيك هسا فكر أديل وشيف يسوع ده هو ياتو. يوم واحد يسوع مشى لحلة واحدة وسمى نايين، تلاميذة وناس كثيرين ماشين ورايا،
ووقت قرب لباب الحلة هو شاف نادو ميت والناس ماشين يدفنوه، والميت هو ولاد واحد في أما وهي مرة أرملة وناس كثيرين من الحلة ماشين معاها. ووقت الرب شافاها قلبه حن ليها وقال ما تبكي، ومشى للميت ولمس البرنجال والناس الشايلين وقفوا. ويسوع قال يا ولدي نقول لك قم، والميت قم وحج. ويسوع أنت لأما، والخوف دخل لكل الناس وهم من مجد والله. ويوم آخر يسوع زار أخوات اثنين، هنا مرسى ومريم وهنا هزنانات. أربع يوم قبال أخوهم لآزر مات. ومرسى قالت ليا سيدنا كان أول أنت حاضر أخوي ما يموت. ويسوع قال لها أنا القيامة والحياة، أي نادم ليآمن بي كان يموت كله ويحيا، وأي نادم ليعيش ويآمن بي أبدا ما يموت. كلامي ده أنت مؤمن بي ولا؟ وهي قالت لي أيوة سيدنا أنا مؤمن بك، أنت المسيح ابن الله، أنت هو اللابد يجي في الدنيا. ويسوع جاء للقبر، والقبر ده هو كركور والسدو بحجر كبير. ويسوع قال لزوا الحجر من خشم القبر، لكن مرسى أخت المرحوم قالت سيدنا هو ميت من أربع يوم وأكيد الجنازة أفنت. ويسوع قال لها أنا ما أريدك ولا، كنت آمني تشي في مجد الله. وخلاص لزوا الحجر. ويسوع آت بهيس عالي وقال يا لعازر أمرك. والميت مرق، إيدينا ورجلينا ملفوفين بالقبق، الكفنو بيا ومنديل مربوط في وجهها. ويسوع أمراهم للناس وقال فارتقوا منا الكفن وخلوا يمشي. الرب يسوع بس هو النادم الوحيد في الدنيا اللي يقدر يقول أنا بس القيامة والحياة. وأعمال تأكد كدر كلام صحيح. ناس كثيرين تابوا يسوع، ومرات يقودوا معايا أيام كثير. بكان واحد يلقوه في الكدادة في البكان اللي هو يمشي يقود معاه تلاميذه، وبكان واحد الناس دول يبقوا جيانين. ويوم واحد بعد الظهر ناس أكثر من 5000 نادم لموا في بكان واحد في صباح من بحر الجليل. ويسوع سأل واحد من تلاميذه اللي بينادوا في لبس وقال نبيئوا خبزة من وين عشان كل الناس دول يأكلوا؟ هو حجكي عشان يجرب فيلبس عشان هو يعرف الشيء اللي هو يدور يسويه. وفيلبس رد ليه وقال كان نشروا خبزة هنا 200 دينار كلها، ده ما يتم ليهم عشان أي واحد يقدر يلقى لقمة واحدة بس. وتلاميذ آخر قال هنا في ولاد واحد وهو عنده 5 خبزة وهو 2 دقاق، ولكن ده ينفع شنو للناس الكثيرين دول؟ ولكن يسوع قال لهم قعدوا الناس دول تهد، والبكان ده عنده جيش كتير والناس قعدوا فوقه،
وعدد الناس حوالي 5000 رجال. ويسوع شال الخبز وشكر الله وقسموهم للناس القاعدين. وشال الحوت وسوى نفس الشيء، وكل الناس أكلوا لحد شبعوا. وبعد ده يسوع هج لتلاميذه وقال: لموا الأكل الفدل عشان ما يودر منا شيء. بدأوا بخمسة خبزة، ولكن هسده لموا 12 قفة من الفدل الفدلوها الناس. وأم باكرت واحد من الناس دول جو يفتشوا يسوع، هم دوروا يجعلوا ملكهم لينجيهم من إيدين الرومانيين وينتيهم أكل أكتر. لكن يسوع قال لهم: ما تجاهدوا عشان أشياء ليتلفوا مثل الأكل، ولكن جاهدوا عشان تلقوا الحياة الأبدية الأنا ابن الإنسان ننتي ليكو. عشان دبس السبب الآن لا أبوير السلاني، أنا بس خبز الحياة، أي نادم اللي يجي لي ما يبقى جيئان، وأي نادم اللي يآمن بي ما يبقى أتشان. الأكل يقدر يساعد جسمك ليبقى حي لوقت شية، لكن الرب يسوع يقدر ينتيك الحياة الصحيح حسا وإلى الأبد كله. يسوع وحيدة بس يقدر يقول: أنا خبز الحياة. يسوع ما مثل العلماء الدين اللي يقولوا سوي ده ما تسوي ده، تعبي الوصية دي سوي مثل ده. يسوع بوهيدة بس يقدر يقول: أنا بس الدرب والحق والحياة. وبتان يسوع ما مثل الأنبياء قدموا ده حياة ليلقوا غفران ذنوبهم، هم من كتبوا بالمسيح البجي. يسوع قال: ما تفكروا أنا جيت عشان نبتل التوراة وكتب الأنبياء، أنا ما جيت عشان نبتلهم، لكن أنا جيت عشان نتممهم. يسوع يعلم تلاميذك كيف واجب سكان هنا مملكة الله يعيشوا في الأرض عشان يوصفوا الناس صفات ومجد هنا ملكهم. هو قال: سميتوا قالوا حب أخوك وأكره أدوك، ولكن أنا نقول لكم حبوا أدوكم وأسألوا الله بالخير للناس اللي يتعبوكم ويتردوكم. ووقت تصلي ما تصلي مثل المنافقين، هم من يريدوا يصلوا عشان الناس يشوفوهم، ولكن أنت وقت تدور تصلي أمشي داخل في بيتك وسد بابك وصلي لله أبوك الما بنشاف. خلاص صلوا مثل الصلاة دي: يا أبونا في سموات، خلي يعرفك در اسمك قدوس، خلي مملكتك تجي، خلي يتبقوا مرادك في الأرض مثل يتبقوها في السماء، أنتينا الأكل اللي يتمنا اليوم، ما تهموا وما تسألوا نفسكوا ناكل شنو نشرب شنو نلبس شنو. كل الناس المؤمنين خاتين بالهم في الأشياء دول، ولكن الله أبوكم في السماء يعرف كل شيء أنتوا تدوروه، وعشان ده قبال كل شيء خدوا بالكم في مملكة الله وفي الحالة الصالحة الله، والله ينتيكوا كل شيء على حياتكم. أنقروا من الأنبياء الكذابين، هم من يجوا ليكوا دلولين مثل إيال الغنم، ولكن في قلوبهم هم من مثل مرافعين اللي يدوروا يأكلوكم. أي نادم يسمع كلامي ده ويتعبيها يبقى مثل راجل عاقل البنى بيته في حجر. والمطر سبع والسيل جاء والريس ساقت شديد وكلهم دربوا البيت. والبيت ما وقف عشان أساسها في الحجر. ولكن أي نادم يسمع كلامي ده وما يتعبيها هو مثل راجل متموس البنى بيته في الرملة. والمطر سب والسيل جاء والريس ساقت شديد وضربوا البيت، وخلاص البيت ده وقع وتلف مرة واحد. ما في أبدا نادم واحد لحج مثل المعلم الجاء من السماء.
كبارات رجال الدين والعلماء ما فرحانين عشان يشوفوا ناس كثيرين يسمعوا كلام يسوع. هم من يدوروا الناس يسمعوهم هم وما يسمعوا يسوع. يوم واحد كبارات رجال الدين رسلوا عسكر عشان يقربوا يسوع لكن ما قدروا. وقت قبلوا جو رجال الدين سألوهم ما لا ما جبتوا لنا؟ والعسكر ردوا ليهم وقالوا أبدا ما في نادم حجة كلام عجيب مثل النادم ده. الأنبياء كلهم ما كلموا مثله. الأنبياء هم من مثل اللمبة النور يدوي في الظلام. لكن المسيح هو شمس عدالة الله. ياتو يدور نور هنا اللمبة كان دي هنا الحري قاعد. يسوع قال أنا نور العالم. أي نادم يتابعني أبدا ما يقود في الظلام. هو يعيش في النور اللي ينتهي الحياة. يسوع هو بس الكلمة الأول قال خليه يكون نور. هو بس أساس النور كالنور الأرضي ولا النور الروحي. ووقت يسوع قريب يكمل خدمته وشال معايا ثلاثة من تلاميذه هم من بطرس وياكوب ويوحنا ووداهم ويهدهم في رأس حجر طويل. ويسوع الغير قدامهم. وجهها نور مثل نور الحراي وخلق بيجي أبيض كر مثل النور. وتوالي النبي موسى والنبي إلياس بانوا قدامهم وقاعدين يحجوا مع يسوع. وسحاباي عند النور جات وغطاهم. وحس من لب السحاباي أن سمى وقال ده بس ابني اللي حبه وأنا فرحان بي بالليل أسمع كلامه. وكت التلاميذ سمعوا حس ده خافوا مرة واحد ووقعوا بوجوههم في الأرض. لكن يسوع جاء لهم وخدت إيده فوقهم وقال قموا ما تخافوا. ورفعوا رؤوسهم وما شافوا نادم إلا يسوع وهيدا. التلاميذ أبدا ما نسوا شيء شافوا اليوم ده. بعدين بطرس كتب أنحنا شفنا عظمته بأيوننا وشاهدنا ليا. ويوحنا كل قال شفنا مجدا وده مجد هنا الابن الواحد والوحيد الجاي من الله أبو وهو ملان بنعمة وبالحق. لكن في الوقت داك مجد هنا ابن الله قاعد ملبد في جسمه. والوقت جاء عشان الملك يكمل خدمته. لمدة 3 سنة الرب يسوع راخ في هلال بلد فلسطين وهو سوى الخير في أي مكان وشفى كل الناس الإبليس الزباه. الشعب يريده لكن كبارات رجال الدين في أورشليم يدوروا يقتلوه ويسوع يعرف. الوقت اللي يسوع ينرفي فوق في السماء قرب وعشان ده هو قرر وشال نية ليوجي على أورشليم. كان تعرف كدر ناس هوانين قاعدين يرجوك في هلة واحدة عشان يقربوك ويعذبوك ويقتلوك. هل انت تمشي في الهلة دي؟ ده بس الشيء اللي يسوع سواه. ومن الوقت ده يسوع بدأ يعلم تلاميذه وأوراهم كدر واجب يمشي أورشليم وهناك الشيوخ وكبارات رجال الدين والعلماء يتعبوه تعب شديد وهناك يقتلوه وهو يبأس في اليوم الثالث. ده ما نفر هنا الملك التلاميذ قاعدين يرجو يسلبوا المسيح؟ داك كيف بتا؟ هل الله يخلوهم يعذبوا ويعيبوا الملك اللي هو الزلا؟ في شندة بطرس قال لي يسوع أبدا يا سيدنا ده ما يبقى فوقك. ولكن يسوع انلفت لبطرس وقال يا شيطان كس مني بعيد. انت تدور تشارك لي كلامك ده ما فكر الله ده فكر الناس. التلاميذ دوروا المسيح الملك أن يدمر الرومانيين القاعدين يحكموا فوقهم ويكون حكومة جديدة في أورشليم. ووقت هم مسافرين كله التلاميذ يلناقشوا فياته يبقى كبير في مملكة الله. لكن يسوع قال لهم أي نادم منكم اللي يدور يبقى كبير خليه يبقى خدامكم
سووا مثلي أنا ابن الإنسان. أنا ما جيت عشان الناس يخدموا لي، لكن عشان نخدم للناس ونقدم حياتي عشان نفدي ناس كثيرين. في جيت الأولانية في الأرض، المسيح ما جاء ليشيل المملكات السياسية عن الدنيا ويحكم فوقهم، لكن هو جاء عشان يحزم إبليس ويحكم في قلوب الناس. وفي شندة بس يسوع قايد يعلم مملكة الله قايدة بيناتكم خلاص. لكن قبال الملك من السماء يحكم قلوب الناس، وبعدين في الدنيا كلها واجب يكفي الثمن عشان يفدي ناس الدنيا من ذنوبهم وينسر في الموت. ده بس خدمته. وأي شيء ماشي مش اللي هو يدوره. ووقت الرب جاء قريب لأورشليم مدينة القدس، ورسل قدامه تلاميذ 2 وقال لهم: أمشوا في الهلة القدامنا دي، وفي خشم الهلة تلقوا دهش مربوط، ونادم لسا ما ركب فوقه، هلوا وجيبوا لي هنا. وكان نادم يسألك ويقول: ما لا تهلوا الدهش؟ قولوا لي الرب يدوره. والتلاميذ مشوا ولقوا الدهش مثل هو أوراهم بيا. ووقت هم قاعدين يهلوا الدهش، سيادة سألوهم وقالوا: ما لا تهلوا الدهش؟ والتلاميذ ردوا لهم وقالوا: الرب يدوره. وخلاص جابوا لي يسوع وفرشوا خلقانهم في الدهش وركبوا يسوع فوقه. وخلاص هو قام ماشي راكب في الدهش، والناس فرشوا خلقانهم في الدرب قدامه. ووقت هو قرب للمدينة بالدرب النازل من جبل الزيتون، كل تلاميذ بدوا يفرحوا ويشكروا الله بحس عالي فيشان كل العجائب الكبار اللي هم شافوهم، وبيقولوا: مبروك للملك الجاي باسم الله، سلام في السماء ومجد في العالي. لكن فريزيين واحدين القاعدين في أسوة الناس هجوا لي وقالوا: يا سيد سكت تلاميذك من كلام سلدة. وهو رد ليهم وقال: نقول ليكو كان الناس دول سكتوا كلها، الحجار يئيتوا بنفس الكلام. ده ملك مثل ما فيه المسيح الملك ما دخل المدينة بهس شديد هنال بوك وديش كبير. هو ما دخل المدينة راكب في الجواد قوي وقادر هنا هرب، لكن هو راكب في حمار، حمار سخير اللساء ما ركب فوقه واللساء ما دلول. الحمار هو حيوان الاندى علامة الصليب في الدهارة وسفة. وبتان كلا الحمار هو الحيوان الحج فوق النبي زكريا 500 سنة قبال يسوع. وهو قال: ايتي بفرح يا بنية أورشليم، داهو ملك جاي ليكي، هو عادل ومنصر، هو دلول وراكب في حمار في الدهش ولد حمارة. ما لا المسيح الملك ما دخل مدينة القدس راكب في الجواد قوي وقادر هنا الحرب، ده عشان هو ما جاء لينج الناس من حكم الرومانيين، لكن هو جاء ينجي الناس من ذنوبهم. مدة أيام يسوع علم الناس في بيت الله، وده نفس البكان اليوم هو سخير ومشى فوقه وقايد يقدم للمعلمين سؤال ورد أدير. ولكن كبارات رجال الدين الهسدة عندهم فكر شك، ما ندوروا النادم ده يبقى فوقنا ملك. وبيدا قاموا يسألوا يسوع سؤال قاسي عشان يدوروا يلزوا الناس ليكرهوه. وكبارات رجال الدين قاموا يرسلوا لي جواسيس أسووا نفسهم مثل ناس صالحين عشان يلقوا فرصة ليرموا بكلامه ويلقوا الشيء اللي يقوروا الوالي الروماني عشان يقرب يسوع. والجواسيس قالوا: يا سيدنا نعرف كلامك وتعاليمك صحيح، وإنت ما تخاف من أين الناس، لكن تعلم درب الله بالحقيقة. خلاص قول لنا
هل واجب لنا نكفو الميري لسلطان الرومانيين ولا ما واجب؟ يسوع يرد لهم شنو؟ كان قال أيوه كفوا الميري لسلطان الرومانيين خلاص هم من يتهموا ويقولوا كدار هو ما قائد وراء الشعب، ولكن كان قال لهم ما تكفوا الميري خلاص الوالي الروماني يسمع الكلام ده ويكرب ويحاكم بالخيانة. ويسوع عرف نجادتهم وقال لهم والسفوني دينار واحد، السورة والأسمى القائدين فوق ده هنياتوا. وردوا ليا وقالوا أنا قيصر سلطان الرومانيين. ويسوع قال لهم خلاص أنا السلطان أنتو لسلطان وأنا الله أنتو لله. وما قدروا يرموا بكلام قدام الناس، لكن الأجب مرة واحد في الرد اللي هو رد لهم وخلاص سكتوا. مرات كتير كبارات رجال الدين جربوا يكجوا شرك ليسوع، لكن هو يرد لهم بحكمة كبيرة. ومن اليوم ده نادم واحد بتان ما سأل أي سؤال. الإب كربهم وهم من أردوا وخططوا مع كبارات رجال الدين كيف يكربوا يسوع ويقتلوه. كبارات رجال الدين دول أميانين صحيح، هم المسؤولين في تقديم الدهايا في المذبح على بيت الله، ولكن ما عندهم أي فكر كدار الراجل الدوره يقتلوه ده هو بس الدحية الصحيح المسلو الدهايا دول. وبيدا خطة الله اللي هو سواه بعشير تقربت تتم. فد اليوم واحد لإيد الفصح اللي هو إيد اليهود هنا الداحية اللي يسووه كل سنة، وفي اليوم الإيد ده آلاف من الهملان يذبحوهم. يسوع كل يعرف كدار يقتلوه في يوم الإيد ده، ولكن هو قائد مع تلاميذه لحد في الليل وأكل معهم العشاء الأخير. ووقت قاعدين يلقشوا يسوع شال خبزة وشكر الله وكسره وانتهى لتلاميذه ليأكلوا، وانتهم كاس كله عشان يشربوا. وأراهم كدار الخبزة اللي هو كسره دي تذكرهم جسمه، والعصير الأحمر كله يوصف دمه اللي هو دم هنا المعاهدة الجديدة اللي يدفق عشان الله يغفر لنا ذنوبهم. وفي أسوة الليل يسوع ودى تلاميذه في الجنين واحد الأسومة جسيماني، وهناك وصل لأبوه في السماء عشان هو يعرف القاسيات القدامه. وكبارات رجال الدين جو طوالي مع ناس كثيرين عندهم سيوف وعصاي. ويسوع قال لهم كيف انتوا جيتوا تكربوني بسيف وعسادة؟ أنا مجرم ولا؟ كل يوم أنا قاعد في فداية بيت الله ونعلم الناس، ما لا أنتوا ما كربتوني هناك. ولكن بيجي مثل ده عشان كل الشيء الأنبياء كتبوا يتم. وخلاص كل تلاميذ خلوا وجروا، ويسوع خلاهم يربطوا ويودوا في بيت هنا كبير رجال الدين، وكل كبارات رجال الدين والعلماء والشيوخ قاعدين يرجوا، وناس كثيرين قموا وشهدوا فوق بكذب. وكبير رجال الدين قم فوق في أسوة الملمة وسأل يسوع وقال ما ترد لنا ولا؟ ما سميت شهادة الناس دول فوقك ولا؟ ولكن يسوع قاعد ساكت بس وما رد لي كلام. وبتان كبير رجال الدين سأل يسوع وقال هل أنت المسيح ابن الله الواجب لي كل شكر؟ خلاص يسوع قال أنا بس هو، وتشوفوا ابن الإنسان في كرسي جنب الله القادر في نص الزيناي، وتشوفوا جاي في سحاب السماء. وكبير رجال الدين قمع شرت خلقة من الزعل وقال بتان ما ندور شاهد آخر، انتو ذاتكو سميتوا كلام الكفر اللي هو قاله، قراركو شنو؟ وكلهم قالوا واجب يحكموا ليا بالموت. وواحدين منهم قموا يبزقوا فوقه وربطوا وجهه ودربوا وقالوا يا نبي أورينا يا تو الدربك، والأسكر شالوا وفرشوا. مجلس اليهود حكموا بالموت، لكن ما عندهم الإذن عشان يقتلوه.
إلا الرومانيين بس عندهم الإذن ده. وبفجر بدري كبارات رجال الدين وناس كثيرين شالوا من البكان ده وودوا في الشوارع مدينة القدس لهدي القصر هنا بيلاتوس الوالي الروماني. كبارات رجال الدين دوروا بيلاتوس يحكم ليسوع بالموت، وقاموا يخطوا فوق التهمة وقالوا كربنا النادم ده عشان هو قاعد يتلف شعبنا ويدارهم ما يكفوا الميري لسلطان الرومانيين، وهو سوى نفسه المسيح الملك. وبعد بيلاتوس سأل يسوع الكلام وهج لكبارات رجال الدين والناس الكثيرين اللموا وقال أنا ما لقيت في النادم ده أي جريمة. وردوا لي وقالوا النادم ده كان ما مجرم ما نسلمه ليك. وبيلاتوس قبل في قصرة ونادى يسوع وسأل وقال أنت ملك اليهود ولا؟ شنو الشيء اللي أنت سويته؟ يسوع رد لي وقال مملكتي ما مملكة هنا الدنيا، كان مملكتي هنا الدنيا خداميني يقوموا يداوسوا عشان اليهود ما يكربوني، ولكن ملكي ما جاي من الدنيا. وبيلاتوس قال انت ملك؟ ويسوع رد لي وقال مثل انت قلت، وبالصحيح في شنده بس انا مولود وجيد في الدنيا عشان نشهد للحق، وأي نادم يريد الحق يسمع كلامي. أبيلاتوس قال شنو الحق؟ ووقت قال الكلام ده بيلاتوس مرق لليهود وقال لهم أنا ما لقيت فوق النادم ده أي جريمة، ولكن كل الناس آتوا وقالوا اقتلا في الصليب اقتلا في الصليب. وبتان تالت مرة بيلاتوس هج لهم وقال ما لا شنو الفصل اللي هو سواه؟ أنا ما لقيت فوق أي جريمة الواجب لي الموت عشان ده يجلدوا وخلاص نتلقى. ولكن شددوا في كلامهم وبهيس فوق قالوا اقتلوا في الصليب. وخلاص آية الناس جبرا. بيلاتوس إرف كدار يسوع ما عنده خطأ، لكن هو خايف من كبارات رجال الدين والناس دول، وبيدا وحكم لي يسوع بالموت. بيلاتوس حكم لي يسوع حسب قانون الرومانيين، يدقوا دقين قاسي وبعد ده يسلبوه. الناس اللي حكموهم ده يجلدوهم بجلد الاندا حديد طرين. 700 سنة قبال الله قال بخشم النبي إشعيا أنا أنتد دهاري ليفرشوني وأنتد دقني ليملتوها، وما لبت وجهي من المؤيار والبزاخ. الإنجيل بقول لنا الشيء اللي كان بعد جلدوه الرب يسوع. أسكر الوالي ساقوا يسوع وودوه في قصر الوالي ولموا فوق كل الأسكر وسلوا خلقانا ولبسوا خلق أحمر تشو مثل خلقنا الملك، وسووا لي تاج هنا شوك مدفور وخطوه في راسه، ومسكوا أسى في إيده الزين وركوا قدامه وأشمتوا لي وقالوا السلام عليك يا ملك اليهود، وهم من بزقوا فوقه وشالوا منا العصا ودقوا بي في راسه. والأسكر دول ما يعرفوا معنا هنا تاج الشوك الدسوه في راس يسوع. الشوك ده علامة اللعنة الجاد في الأرض بسبب ذنب هنا آدم. ملك المجد القدوس جاء عشان يشيل فوق نفسه لعنة ذنوبنا. ووقت كملوا شماتتهم شالوا منا الخلق ولبسوا خلقانا وقموا يسوقوا اللي بكان اللي يسلبوا فوقه. ومجرمين 2 كل ودوهم مع يسوع، أي واحد شايل صليبة وماشي لبكان السالبين. وفي الدرب الأسكر الرومانيين أسروا راجل واحد من منشاق أفريقيا يشيل صليب يسوع، وماشين في شوارع مدينة القدس وبر من درادير المدينة لحد وصلوا حجر واحد بنادو جلجسة
وده نفس البكان القريب 1900 سنة قبال النبي إبراهيم قال: الرب بس يرزقنا بحمل الدهية يا ولادي. خلاص الوقت جاء عشان حمل الله يموت. الصليبين ده شيء قاسي مرة واحد وموت شين، ولي أيب والمتهومين الأسكار الرومانيين يسلخوا لقانا وبعد ده يدقوا إيدينا ورجلينا بمسامير في هتب الصليب. وقت لهجوا البكان الأسمى الجمجمة تقوا يسوع في الصليب وسووا نفس الشيء للمجرمين الاثنين، الواحد تقوا بنص الزيناي والثاني بنص الإسرائي. ويسوع قال: يا أبوي سامحهم عشان ما فهموا الشيء اللي هم قاعدين يسووه. والأسكر سووا إيداد عشان يقسموا بيناتهم خلقانا، والناس وقفوا قاعدين يشوفوه، والكبارات يشمتوا ليا ويقولوا: هو نجى ناس آخرين، خليه ينجي نفسه، كان صحيح هو المسيح النادم الله الزلا. كان يسوع نجى نفسه، ما يقدر ينجينا عنهنا. الناس دول ما يعرفوا كدار هم قاعدين يتمموا كلام الله قاله بواسطة النبي داود: قدوا إيديني ورجليني، وهم قاعدين يشوفوني ويلفرجوا فوقي. هم شالوا خلقاني وقسموهم بأمئيدات، وكل ويشوفوني يشمتوا فوقي ويتأسوني ويهزوا رؤوسهم ويقولوا لي: خلي الله ينجيه، خلي الله يمرق وينجيه، كان هو يريده. خطة الله اللي ينجي بها الإنسان قاعدة تتم سوا سوا. في الجبل الهج فوق النبي إبراهيم وقت هو قال: الرب بس يرزقنا بحمل الدحية، وكمان في جبل الله الرب يرزق في نفس الجبل ده الله رزق حمل يسوع. وقت إبراهيم قريب يتباه ولادة دحية في المدبدة، هل تذكر كيف الله رسل ليا كبش بلا إيب عشان يموت في بدل ولاد إبراهيم؟ هسه ده ابن الله ما عنده إيب قاعدين يقدموه دحية في الصليب بدل ذرية آدم المحكمين. الله نجى ولاد إبراهيم، ولكن ما نجى ابنه الوحيد وسلمه للموت في شنا كلنا. الله حب ناس الدنيا بالهين، وعشان ده هو أنتاهم ابنه الوحيد عشان أي نادم اليامن بيا ما يهلك لكن يلقى الحياة الأبدية. الله فاداكو عشان تمرقوا من الحياة الباطلة الورستوها من جدودكو، وهو ما فاداكو بالأشياء البعدين يتدمروا مثل الفضة ولا الذهب. هو فاداكو بالدم الحمل الماء عنده إيب ولا خطأ، وهو دم المسيح اللي عنده قيمة زيادة، وده عشان قيمتك عالي قدام الله. عشان يتم خطة الله، الرب يسوع شال في راسه إيب ولعنة الذنب في بدله. هو بيجي لعنة في شأننا، وشال العقاب الواجب لنا. في اليوم الآدم خلف وصية الله، الله أعلن كدار يوم واحد المسيح يكسر راس الدابي. في يوم داك الله قال لإبليس: هو يكسر راسك وإنت تأدي في كعبة. النبوءة الزمان دي والبخص إبليس اللي يؤدي المخلص في كعبة تخبر بالإيب والتعب الحمل الله يحسهم في الصليب، مثل مكتوب: تأنو في شن إسيان أنحنا. الناس السلبوا يسوع ما يرفوا خطة الله، والكبارات كل ما فهموا. كان أول فهموا ما يموت رب المجد في الصليب.
واللي ناس المودرين البشارة بصليب ده كلام باطل، لكن لينا عن إحنا الألا نجانا هي قدرة الله. صليب يسوع أم بين المجرمين الاثنين، واحد منهم المؤلقين جنب أن يراه بحس عالي وقال: هاي انت ما المسيح ولا؟ نجي نفسك ونجينا نحن كل معاك. لكن المجرم الثاني حرجا وقال: انت ما خايف الله؟ انت اللي جيت نفس العذاب مثله. أنحنا حكمونا بالحق عشان العذاب اللي سووه فوقنا واجب لينا بسبب عملنا، لكن النادم ده ما سوى شيء فسل. وهج بتان وقال: يا يسوع فكر فوقي وقت تبقى ملك. ويسوع هج لي وقال: نقول ليك الحق، اليوم تدخل معي في الفردوس. المجرم الأول دور ينجى من تعب حنا جسمه، بس هو ما فكر كدار واجب لي مخلص اليموت في بدله. المجرم الثاني هو كل أير يسوع، لكن وقت هو قرب للموت وغير فكرة ودور الرب ينجي من مملكة إبليس، ودور يبقى واحد من سكان على مملكة الله، كان الملك يقبله. كلام يسوع ما وصف الشك: نقول ليك الحق، اليوم تدخل معي في الفردوس. بعدين بعشية المجرمين الاثنين ماتوا، الواحد مشى جهنم والآخر مشى فردوس. ما لم مشوا في مكان شك، الأولاني ما آمن بالملك المخلص، ولكن الثاني آمن بيا. هسه ده نص النهار، يسوع خلاص عنده 3 ساعات من وقت صلبوه. سحاباي الدلمة غطى كل البلد، والنهار بقي مثل الليل. الناس خايفين شديد وشتتوا، حركة كل ما في راس الجبل. وقريب الساعة 3 يسوع آت بحس عالي وقال: يا إلهي يا إلهي ما لا خلتني. في المذبح أنا الصليب ابن الله السرمدي، هسا قاسيات أنا فريقين من الله. في وقت الدلام ده ملبد من أين الناس؟ الله شال كل ذنوبنا وخطاهم في ابن القدوس. وبيدا يسوع بقي التحية الأخيرة للذنب. يسوع شال في راسه ذنوب الناس من الوقت الفات والوقت الحاضر والوقت الجاي، والله رفع عينا بعيد من ابنه عشان هو ما يقدر يشيف الشر. مدة 3 ساعات غضبنا الله بسبب الذنب ده وقف فوق يسوع، تحية الله الخاصة للذنب. مثل حمل القدمو دحية في المذبح، حمل الله معلق بين السماء والأرض وبين الله والإنسان. المسيح القدوس شال بكنا في العذاب عشان أنهنا ما نحمل عذاب هنا جهنم في الأخيرة. وبيدا وكمل مهمته عشان هو يعرف كدار هو شال عذاب هنا كل المذنبين، وتم كلام الأنبياء في العهد القديم. يسوع قال: كل شيء تم خلاص. وتنقى الراسة وأنت الروح. والتوالي الستار في بيت الله انشق من فوق لحد تهت، والأرض انحزت والحجار انشقت. من مئات السنين الهملان يقتلوهم ويهرجوهم في مذبح بيت الله. وقد يسوع مات، الله شق الستار القايد يدارج البكان المقدس مرة واحد، وده البكان اللي رشوا فوق دام كل سنة عشان الله يغطي الذنب.
بشقينا ستار. الله بقول خلاص كمل، قشيت الذنب خلاص. همالي دم القدوس دفك فيشان يمحى ذنوب الناس. من هسة لقدام ما نقبل دم هنا بهايم لغفران الذنوب. ابني النهبة هو الضحية الأخيرة. لكل الناس اللي يعملوا بيا باب السماء مفتوح. وسبومية سنة قبال النبي إشعيا كتب الكلام ده: تعانوا في شان إسيانا نحنا، وتعبوا في شان خطانا السوينا. العذاب الوقع فوقه هو يدمن لنا السلام، وبسبب جروحه أنهنا لقينا الشفاء. خلينا درب الله وتعبنا دربنا. كلنا مثل غنم المودرين، لكن الله خطى فوقه خطانا أنهنا كلنا. كل شيء تم. يسوع من هلة الناس رمات خلاص. عشان يأكدوا في موته أسكري ضربا بهربة في نصة، والدم وألم مرقوا منه، وأشم التلاميذ كل مات. أول هم من فكروا يسوع يفجك الرومانيين ويثبت مملكته في الأرض. التلاميذ ما فهموا وعدا بالبؤاس بعد 3 يوم. وجنازات الميتين بالآدة يسقلوهم في الدنجس برا من المدينة أو في قبر عام. لكن ما بيجي مثل ده بجنازة يسوع. 700 سنة قبال النبي إشعيا كتب الكلام ده: خدتوا قبر مع العاصيين وستروا مع الغنيين. الله سوى خطة عشان يدفنوا ابنا في قبر الاندى شرف. وقت بيجي آشية، راجل واحد جاء وهو سيد المال من حلة الرامة واسمه يوسف، وهو كل تلميذ يسوع. ومشى لبيلاتوس وسأل جنازة يسوع، وبيلاتوس أورا أسكرا ينتوليا. قبال موت هنا يسوع، يوسف من حلة الرامة ورافقة نيكوديموس هم من تلاميذ يسوع المسيح بيصير، عشان هم من خايفين من كبارات رجال الدين. ولكن بعد شافوا تعب يسوع في الصليب ما خافوا بتان. شالوا جنازة يسوع خسلوها ولفوها بقماش وبكمية كبيرة هنا مر، وده نفس المر اللي جابوا المنجمين ليسوع وكده صغير. بعدين خدتوا الجنازة دي في قبر جديد الجهزوا ليوسف، وبعد ده سدوا القبر بحجر كبير ومشوا في بيوتهم. ده قبر هنا ملوك جاهز للملك. أم باكر بفجر كبارات رجال الدين والفريزيين لموا ومشوا سوا لبيلاتوس وقالوا: يا سيدنا، فكرنا في الكلام القاله الغشاش ده قبال ما يموت. هو قال في 3 يوم نبأس، عشان ده رسل أسكرك يحرسوا القبر ده أديل لحد اليوم الثالث، عشان تلاميذه ما يسرقوا جنازته ويقولوا للناس هو بأس من أسوة الميتين. كان سووا مثل ده، الكذب الثاني يبقى قاسي من الكذب الأول. وبيلاتوس رد ليهم وقال: ده هو أسكر، شيلوهم وخلي يحرسوا القبر ده أديل. ومشوا وسدوا القبر أديل، وخدتوا فوق ختم الوالي وخدتوا حراسة قدامه. بعد ده شنو اللي بيجي لجنازة يسوع داخل في القبر؟ شيء ما كان. من يوم آدم سوى ذنب الموت حكم في بني آدم مثل ملك قاسي وحوان. وكان أول يسوع كل سوى ذنب الموت يخلي جنازته تأفن وتبقى تراب. لكن 1000 سنة قبال النبي داود كتب وقال: أنت ما تخلي جسم قدوسك يأفن. الموت والقبر ما عندهم قدرة في الابن الأبدا ما سوى ذنب.
وفي اليوم الثالث بعد يسوع قتلوه ودفنوه، في اليوم الأحد بفجر بدري أوين مشن للقبر عشان يشيفنه. وفجأة الأرض انهزت وبقي زلزال شديد عشان ملك واحد نزل من السماء ودردق الحجر من خشم القبر وقائد فوقه. الأسكر وقعوا بلا خشم، لكن الملك قال للأوين: ما تخافا، أنا نعرف أنت تفتشا يسوع الكتلو في صليب، هو ما فيه هنا، وبأس من الميتين مثل هو أول قال ليكا، تعالا شيفنا البكان الأول هو راقد فوقه، ويلا أمشا أجلا وقولا لتلاميذا قدر هو بأس من وسط الميتين. خلاص الأوين جرا أجلا من القبر، هن خائفات مرة واحد ولكن فرحانات بالهين، وجرن من القبر للتلاميذ عشان يبلقن لهم البشارة. وقت هن في الدرب يسوع ذات لاقاهن وقال لهن: السلام عليكن. الأوين قربن ليا وقربن رجلينا وسجدن ليا. لكن في الوقت ذاك واحدين من الأسكر مشوا في المدينة وقالوا لكبارات رجال الدين كل شيء البقي، وهم أنتوا جروس كتير للأسكر دول، وقالوا لهم: واجب تقولوا تلاميذ يسوع جو في الليل وسرقوا جنازته وقت أنهنا نايمين. لكن كذبهم ما قدر يلبط الحق، القبر يابس بموتى يسوع قشى ذنوبنا وبدفنينا. يسوع نزل في الهاوية هنا الموت والأفن، وببؤاسة هو النسر في الموت، وحسى هو يقول: ما تخاف، أنا الأول والأخير، أنا الحي، أول أنا مت، لكن حسى أنا حي إلى الأبد. ومفاتيح أنا الموت والقبر قاعدين في إيديني. للناس اللي آمنوا بالبشارة دي الموت مش الباب اللي يدخلنا في حضور الملك اللي بيقول: عشان أنا حي أنت كلا تحيا. في يوم بؤاسة يسوع بان لتلاميذ كثيرين، أول للأوين وبعدين لبطرس وبعد ذا لمسافرين اثنين. ونفس اليوم ناسين من تلاميذ ماشين في هل واحدة اسمها إمواس، وهي قاعدة مثل 10 كيلومتر من أورشليم. وفجأة يسوع ذات قرب لهم وليقاهم وبدأ يروح معاهم، وهم من شافوه لكن ما يرفوه. ويسوع قال لهم: ده شنو الكلام القاعدين تهجوا بيا في الدرب ده؟ هم من وقفوا حزنانين. وواحد منهم اسمه كليوباس رد لي وقال: من كل الديفان اللي في أورشليم انت ويهدك بس ما تعرف الشيء اللي بيجي فوق ولا؟ ويسوع قال لهم: شنو الشيء اللي بيجي؟ المسافرين أوروك دار عندهم أشم بيسوع المنحلة الناصرة، هم من حسبوا هو المسيح وينسر في أدوانهم، ولكن سلبوا وحسد قبور يابس. شغل ده ما انفهم لهم كامل. خلاص يسوع قال لهم: يا متاميس، فكركوا تقيل بالهين، لسا ما آمنتوا بكل الكلام اللي قالوها الأنبياء، ما فهمتوا كدر المسيح لابد يتأب مثل ده قبال يدخل في مجده ولا؟ وبدأ يفسر لهم كل شيء بخصة من توراة موسى وفي كتب هنا كل الأنبياء.
ووقت جربوا للحلة يسوع سوى مثل هو يدور يمشي قدام، لكن الناسين دول أسروا وقالوا أقعد معانا، المغرب جاد واليوم قريب يكمل، وخلاص هو دخل في البيت معاهم وهو قاعد تهد عشان يأشي معاهم، وشال الخبز وشكر الله وكسرها وانتهى ليهم، وخلاص عيونهم انفتحوا وإرفوا، والتوالي هو فات منهم وما انشاف بتان، وقموا يحجوا عن بيناتهم وقالوا وقت هو قاعد يحج لنا في الدرب وفسر لنا الكتب هو شجانا بلين لحد قلوبنا فيرهم. هم انقموا أجلا وقبلوا أورشليم عشان يقوروا التلاميذ الرب حي، هو المخلص الموؤود في كتب الأنبياء، هو بس حمل الله اللي يمثلوا الدحايا دول، وهو الرب دحاب قبل رسالة عن الأنبياء انفهم لهم أدين. وفي يوم الأحد بالعشية التلاميذ لمين في مكان واحد والبيبان مقفلين، فجأة يسوع بان في أسودهم وقال السلام عليكم، وبعده سلماهم ووصفاهم إيدينا ونايتا، والتلاميذ فرهوا فرح شديد وقت هم شافوا الرب. لكن توما واحد من التلاميذ الاثناشر ما قاعد معهم وقت يسوع بان في أسودهم، والآخرين أوروا بيا وقالوا أنهنا شفنا الرب، لكن توما رد لهم وقال كان أنا ما شفت بإيني بكان المسمار في إيدينا، وكان ما خطيت أصبعي في البكان المسمار، وكان ما لمست في نايتا بإيدي أبدا ماني آمن. وبعد أسبوع تلاميذ يسوع لموا بتان في نفس البيت وتوما معاهم والبيبان مكفلين، ولكن يسوع جاء وبان في أسودهم وقال السلام عليكم، وحج لتوما وقال خد أصبعك هنا وشيف إيديني، مد إيدك وألمسني في نايتي، خلي منك شكك وآمن. وتوما رد لي وقال ربي وإلهي. يسوع وقال أنت آمنت عشان شفتيني، لكن مبروك للناس الآمنوا بي كان ما شافوني كله. مدة 40 يوم الرب كان يبين لتلاميذه ويروق معاهم ويحج معاهم، وبعد ده هم ما بيشوفوه. بعد بؤاسة من الميتين جسم يسوع يقدر يشق الدردر ويسافر أجلا من بكان لبكان، وقت هو بس الأول اللي عنده جسم مثل ده هو ما يبقى الآخر. مثل أول لبسنا صورة الإنسان هنا التراب، بعدين نلبس صورة الإنسان هنا السماء. ومثل الموت جاء في الناس بسبب نادم واحد، البؤاس كله جاء بسبب نادم واحد. ومثل كل الناس يموت في آدم، بمثل ده كل الناس يبأس في المسيح. هل أنت تفهم قدر أنت مذنب وما عندك حق تعيش في مملكة الله؟ هل تآمن كدار الرب يسوع والمسيح مات في بدلك في شان ذنوبك؟ هل تفهم كدار هو بأس من الميتين وأن نسر في الموت في شانك أنت؟ كان تآمن مثلك الله يقول لك كدار أنت ما مثل آدم بتان، لكن أنت بقيت صالح مثل المسيح. يوم واحد أنت كل تلقى الجسم المغير مثل جسم المسيح، ولكن بلا علامة مسمار الصليب. آدم أنت ملك لإبليس، ولكن يسوع شال الملك ده من إبليس. يسوع بيّن قدرته في إبليس والشواطين والريح والألمي والشلال والمرض والجوع والذنب والموت. يسوع وصف كداره قادر في أي شيء. حتى وقت كبارات رجال الدين والأسكر كاروبو وأزبو وسلبو، هو بس خلاهم يسووا فوق مثل ده عشان ده قبال ما يقبل لأبوه في السماء. الرب يسوع قال للتلاميذة أبوي أنتاني كل سلطة في السماء وفي الأرض، عشان ده أمشوا ونادوا الناس هنا كل الأمم عشان يبقوا تلاميذي، وغطسوهم في الألم باسم الله الآب والابن والروح القدس،
وعلموهم عشان يسووا كل شيء الأنا والسيد كوبيا، وخلاص أنا قاعد معاكو كل يوم لحد كمالة الدنيا. يسوع بتان قال لتلاميذه: وننتيكو وصية جديدة، الرايدو أم بيناتكو، مثل أنا حبيتكو واجب ترايدو أم بيناتكو، ومثل ده بس كل الناس يعرفوا أنتو تلاميذي كان أنتو ترايدو أم بيناتكو. 40 يوم بعد بؤاسة، يسوع لما تلاميذه في جبل زيتون برا من أورشليم، وتلاميذه سألوه متى يقبل، ويسوع رد لهم وقال: أبوك اللابس نظم الأوقات بسلطته، وما أنتاكو إذن عشان تعرفوهم، ولكن وقت الروح القدس ينزل فوقكو تلقوا قدرة عشان تشهدوا لي في أورشليم وفي كل الدار اليهودية وفي الدار السامرة ولحد آخر الأرض. وبعد يسوع قال الكلام ده انرفع في السماء وهم من شايفين يسوع تالي. والسحاب دارجا منهم، ووقت هم من قاعدين يسنقوا فوق في السماء ويسوع ماشي منهم، رجال 2 خلقانهم بيوت بانوا جنبهم وقالوا: يا رجال دار الجليل، مالكو انتو واقفين تسنقوا في السماء؟ شفتوا يسوع تالي منكو وفات في السماء، وبنفس الطريقة دي هو يقبل من السماء في الأرض. وبعد ده التلاميذ قبلوا في أورشليم في السماء، الوقت تم عشان الملك يدخل في مجد وشرفه. فكر الحفلة العظيمة دي والجمال، هنا الألوان والموسيقى والفرح، ملايين من الملائكة يهجوا أم بيناتهم ويقولوا الملك قائد يقبل لبيت السماوي، لكن هو بيجي شيك من أول. اللي خلق الإنسان في صورة الله حس ده شال صورة الإنسان إلى الأبد. المدينة السماوية الساكتة الساكت، فجأة هس هنا البو فجر سكوت البكان، والحاضرين آتوا أنفتحوا يا بيبان، أنفتحوا يا مداخل الدائم، وخلي يدخل ملك المجد. ياتوا ملك المجد، هو الرب القوي الشديد، الرب الشديد في الحرب. يأتوا ملك المجد، الرب القادر في كل شيء، هو بس ملك المجد. البيبان انفكوا ويصفقوا ها في السماء، والتوالي بطل الأبطال دخل فوقه، حمل الله ابن الإنسان المنصر يسوع. كلهم يمجدوا وقت هو رايح على عرش أبوه. هو لف وشاف بني آدم اللي هو فداهم، وبعد ده هو جلس في عرشه، خدمته كملت. وبعد ده سكان السماء غنوا غني جديدة لملكهم المحبوب وقالوا: انت عندك قيمة عشان بدمك انت فديت الناس وقدمتهم لله من اي قبيلة واي لغة واي شعب واي امة. بعد ده الملائكة المحوجين العرش شكروا الله وقالوا: الحمل الدبه واجب ليا هو بس القدرة والغنى والعلم والقوة والاكرام والمجد والشكر. في الأرض اليوم
كثير من بني آدم قاعدين مثل عبيد تحت حكم إبليس، ودي مملكة هند الذنب والموت، لكن الحرية قاعدة بموتى ودفنينا وبؤاسة. الرب يسوع النصر في إبليس ومملكته. لكل الناس الآمنوا بي هو يقول ما تبرجلوا، آمنوا بالله وآمنوا بي. في بيوت كثيرين في بيت أبوي، ووقت أنا مشيت حصلت ليكو بكان نقبل نشيلكو عشان تقودوا معاي دايما. أنا بس الدرب والحق والحياة، ما في نادم يمشي لألا الآب إلا بي أنا. يوم واحد وقت الناس المودرين ينشكلوا بخدمة الدنيا والدين هم ما ينفى، ملك المجد يقبل في الأرض وما في حمار وما بشماته وما بتاج هنشوك. في كتاب الرؤيا الملك وصف الرسول يوحنا كيف اليوم ده يكون، ويوحنا كتب أنا شفت السماء فاتح وشفت جوات أبيض والراكب فوق اسمه الأمين والصادق، وهو يحارب ويحكم بالعدالة، وعيونا مثل نار مقرقرة، وفي راسة عند تيجان كثيرين، والأسم البنادو بياه كلمة الله، وجنود السماوات تبعوه، وهم لابسين كتان أصلي أبيض كر، وراكبين في خيل بيوت، وعند أسم مكتوب في خلقة وفي دارجتة ملك الملوك ورب الأرباب. وقت الملك يقبل هس ينسمي من السماء ويقول خلاص مملكة الدنيا بقت مملكة حنا ربنا الله وحنا المسيح الله الزلا، وهو يملك دائما وإلى الأبد. وأدوان الملك ينقطعوا مثل ألم قدامه، وهو يربط إبليس ويبين لناس نظام هنا حكومة صالحة، وده يبقى الوقت الأخير في الأرض، والرب يبقى ملك في كل الدنيا، وفي اليوم داك يبقى رب واحد بس واسمه الاسم الواحد بس. في يوم الحساب ده الرب يسوع هو بس يبقى القاضي، وأرشا نار أملحيب ورجلي أرشا نار مقرقرة وبحر هنا نار جاري وفايد قدامه، وألوف الآلاف من الملائكة يخدموا ليا وملايين واقفين قدامه، ومجلس الجودية قعدوا وفتحوا الكتب لحساب، وإبليس ومملكة الأدلم يرموا في بحر هنا النار والكبريت. وفي الأخير المسيح يفجخ راس الدابي إلى الأب. ولسكان مملكة النور ألا يسوي لهم سماء جديدة وأرض جديدة، وهم من يبقوا شعبا وألا ذات قاعد معاهم وهو بس ربهم، وهو يقوش من عيونهم كل دموهم، والموت يبقى ما فيه وما في حزن بتان ولا بكي،
الأخير السلاهنة كل الناس اللي يحبوا الملك تدمم إلى الأبد. خلي مملكتك تجي، خلي يتبقوا مرادك في الأرض مثل تبقوها في السماء. هل دي بس صلاتك انت؟ هل دنقرت لملك المجد ولا؟ هل هو بس ملكك ولا؟ الله كم أنت عظيم.